بلا ما نطولوا بزاف، وشنو هي شنو هو السوجي تاع اليوم؟ مالي عليه اليوم ما نكسروش لساننا بزاف، نسيو بوزي واحد لا كيسيون سي ونعرفوا لا ريبونس، ولكن هاد لا كيسيون اي تتبوزا ملي تخلقت الانسانيه. اليوم نبوزيو كيسيون سامبل، في الرجال في النساء شكون فيهم لي موفي لو بلوس؟ وي لي موفي لو بلوس، شكون فيهم لي ما عندوش قلب لو بلوس؟ اسكو المرأة ولا الراجل؟ شكون فيهم لي ما يتامنش لو بلوس؟ المرأة ولا الراجل؟ الراجل يقول لك بلي ما عندوش قلب، ها، والمرأة يقول لك بلي حيليات بيعك وتشريك بلا احساس. بصح بين زوج عندهم الحنانة باسكو راك على بالك سي ديزات هما، ولكن شكون فيهم اللي ما يتامنش وشكون فيهم اللي هو لو بلو موفي؟ المراه ولا الراجل؟ شوف فيسبوك راهم يبعثوا لنا لي ريبونس ديجا، كاين ميم نساء راهم يقولوا باللي صح نساء، وكاين رجال يقول لك سي نورمال نساء. بصح اسكو صح ولا لا؟ رجال ولا نساء؟ La réponse c'est simple 021 69 27 27. إن عندكم la réponse عيطوا لنا وحكوا لنا وفهموا لنا علاه واش صرا لكم باش لحقتوا لهذا التخمام. ممكن انا نقدر نقول لكم ثاني مون افي بيرسونيل، ولكن مع الوقت 021 69 27 27 عيطوا لنا وحكوا لنا واعطوا لنا الراي تاعكم. بلا ما نطلع لكم ناخذوا مكالمه. الو نعم. الو كيفك؟ مساء النور. معك نادية من مدية. نادية مرحبا بك. مرحبا بالناس مدية. يسلمك خويا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. يعطيك الصحة على الحصة هذه اللي راك دايرها. الله يسلمك. نحينا ذيك خاطرنا تاع الصح. الله يرحمتك. يعطيك الصحة. سامحشمت صح. الله يرحمك. ما قري وجهي كوير بصحة. الله يرحمك. تسمي بالقدر. وش هديك؟ وش هديك؟ المهم عيط باش نشارك. ايه انا نسمع فيك. انا غير نسمع فيك. انا بالنسبه ليا منين ذاك ينصاب الراجل هو الشرير ومنين ذاك تكون المراه. انت كي شخص قال لك اسكو صفراء ولا كحله، قلت لهم هي سوا صفراء سوا كحله، يعني كيف كيف. احنا يعني حبينا لا احنا نهضروا بصفه عامه. يا اخي راك تقول ملي خلقت البشريه ولا لا ماشي بون. احنا قلنا هاد لا كيسيون تتبوزا من زمان، ولكن الوقت اللي رانا فيه مليحه دوكا واحد يتبوزيها في الوقت اللي رانا فيه. يعني نهضروا على وقتنا، ما تقدرش تعرف والله، ما تقدر توزن بين اسكو المراه ولا الراجل. مين ذاك الناس تشوف المراه مين ذاك تشوف الراجل؟ بخصوص كي تكون بخصوص اللي يكونوا اقرب الناس ليهم كما نقولوا 10 فاميليا. انا بنت لي اللي عنده لا ريبونس هاد لا كيسيون لازم يكون عاشها. يعني اذا عاش في سيتياسيون يقدر يقول لك هي المراه، الا عاش سيتياسيون راه يقول لك الراجل. وقدر كل حاجه ما كاش اللي يلوم على نفسه، هذه من المستحيل. ما لا لا عندنا فيسبوك. انا عندنا فيسبوك كاين نساء قال لك خليك نساء، وكاين رجال في فيسبوك قال لك رجال. هما المشكل النساء يقولوا رجال ورجال يقولوا على النساء. انا بالنسبه لي نقول على راجلي، ما نكذبش عليك. انا متزوجه عندي سنين، عندي 15 سنه ماغي. المهم متزوجه عندي دراري. يسلمك. إذا لي راجليك شغل شي زي ما نكتبش عليك، حتى والناس يبان لهم كامل مليح، حتى وبابا أقرب الناس لي يقولوا لي ما كيش كيفو. تسمع أنا إذا لي شرير شرير حتى ويبان حنين. شرير شرير كيف الشرير؟ كيف تسمع كي مزوجة مع راجل شرير؟ يعني ماشي انا المره دي لا ماشي شرير، ماشي قصدي. كاين شي حوايج الناس يبان لهم فيها، يبان لهم هو المخير. شرشبيل هو المخير تاع المخير. شفتو شرشبيل تاع لي شرير تاع الشرير؟ ها شرشبيل. انا شرير وحب الشر. انا الشر احب الشر. ايه هذه تاع مزوجه مع شرير. ايه من حقه من حقه. اللي شي حوايج نكون نحب انا وحده من الناس، حنا النساء بصفه عامه نحبوا الراجل حنين حتى يهفنا بالهضره ولا يبانينا من ذاك يخرج خرجاتها بصح زعما. بصح واحد واحد, واحد واحد كي تلقاه حنين يعني تزيدوا تكملوا عليه، يعني باش تقولوا هذا انسان حنين معليش نخلوه تاوعنا، ثم تزيدوا تكملوا عليه حنينه.
حنينة جاجة جاجة شوف هو ما كاينش الانسان يجي مجمول من كلش، دائما في حاجه مليحه حاجه ماشي مليحه مجمول. بصح الاغلبيه هما رجال طبيعتهم خالقهم ربي انانيين يحبون نفوسهم بزاف. ما اسمع المرأة تسمح في كلش، المرأة تسمح في حقها، تسمح في كلش على جال اللي تحبه، على جال ولادها، على جال دارها. نعم 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 شغل تسمح بزاف، هي طبيعتها خالقها ربي حنينه. صح صح. الراجل ولا غير اناني يحب غير نفسه. هاكم تسمعوا سيدي سيدتي 021 69 27 27 وعيطوا ديفونديو لازم ديفونديو شويه على رواحتكم وكيفاه يعني راكم تسمعوا واش يقولوا علينا. يا هيا ناخذوا كلام علي. قلت لك حنا انانيين. ها قلت لك اي نعم ماشي اسمع ناخذوا مكالمه. الو نعم الو اهلا الو نعم خويا السلام عليكم. السلام ورحمه البركه. صباح لاباس. الحمد لله ربي على الصحه. يعطيكم الصحة على الحصة اللي قدمتوها لنا. الله يرحم والديك. واحد يكون عنده معلومات زيادة مليح. مليح مليح. مرحبا بك خويا. لاباس انتوما. الحمد لله ربي على الصحة. لا على التعشير غير خطرة تكون من جهة المرأة خطرة من جهة الرجل. صا ديبون. يعني هذه صا ديبون يعني ماهيش ريبونس يعني تاع صا ديبون. صا ديبون خطرة كاين النساء وين تلقى عقلية تاعها شريرة، خطرة كاين رجال العقلية تاعهم شريرة. بصح شكون اللي كثر؟ نعم شكون اللي كثر؟ شكون اللي كثر؟ ايه؟ كل واحد والنفس ديالو، كل واحد كاين اللي وين داك تلقى المراه اللي كثر وكاين وين داك تلقى الراجل كثر. كل واحد كيفاش التربيه تاعو، كل واحد كيفاش فاهم كيف. على كل حال على كل حال، ولكن حنا سيدتي وسادتي راه نسيو نلقاو يعني لا ريبونس لا كيسيون شكون فيهم اللي كثر، يعني اترافيغ فو زابيل تحكوا لنا فو زانيكدوت ها امور اللي صراو لكم واللي استنتجتوا لا ريبونس ها اللي صرا لك. ويقول لك يا خويا انا الراجل اكثر، هو راجل وقد يكون راجل يقول لك يعني امراه باسكو انا عاوليك واش صرالي وعاوليك واش خداني. ها يلعب سوا الراي 021 69 27 27 ناخذ مكالمه. الو نعم الو يا صلخ يا مساء النور. واش راك خويا صافا؟ الحمد لله ربي على الصحه. الحمد لله يا ربي. معك ياسمين محتطبه. ياسمين مرحبا بك ومرحبا بالناس محتطبه اللي نحبهم بالبزاف. الله يسلمك صافا. مرحبا بك والله غربي ياك تشوفي شتي وخير خير الحمد لله. الحمد لله يا ربي. احكي لي على الاسم تاع اليوم. نورمالمون المراه شويه هكذا هكذا صح المام راجل ثاني كان شغل المرأة. اي دوكا فهمي روحك دوكا الراجل ولا المرأة. بصح بديتي بالمرأة حاب يقول المرأة فاش المرأة اللي اللي موفيس كثر من الراجل فاش في الحيلة تاعها فاش فاش كل المرأة شوية موسوسة مقلقة صافي كي تكون موسوسة مقلقة صافي ايه تولي شريرة وتولي موفيس. ايه كيما انا نولي شريرة. صح 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 باينة انت موفيس باينة عليك. شنو؟ بينا موفيز. سمحتك؟ قلت بينا موفيز. شوية. هكذا شحال عمرك شحال؟ عندي 19 19 موفيز شر 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 سم 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 فعلا سم 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 لا حد يشترنا ايه 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 معليش ديديكاس تفضلي تفضلي بيان سور تلقى لنا السم تاعك. ندير ديديكاس لماما اللي تسمح فيا. أو العبدو نقولو نحبك نموت عليك. أو شكون عبدو؟ عبدو تاع لو ساندي. بصح شكون واش يكون؟ صديق مجرد صديق ولا حبي حبي؟ لا لا ماشي مجرد صديق. هكذا أكثر من صديق ها؟ صاحبتي سارة. ها صديق. جاجة. لا لا جاجة. أو الثاني كلمة إيه. كامل اللي يعرفوني والخالي الخالي محمد خديجة وماما تعبدو بيان سير منساهاش هذيك هي الصح. ماما تعبدو؟ ايه عبدو ماما تعبدو ماما تعبدو من دك ها من دك بديتي ها هو الصح. ايه من حقك من حقك. او بيان سير تاني كليك يعطيك الصحة على هاد اليمين. سي جونتي سي جونتي يعطيك الصحة سي يعطيك الصحة نشكرك. اي با فوالا هاي سيدتي وسادتي جوسكا ميتنون قال لك المرأة هي لا بلو موفيز. ها 021 69 27 27 نسمع الأغنية نعاودو نولو جوست أبخي.
دونك كما قلنا لكم اليوم بوزي كيسيون سامبل فرجال فنسا شكون فيهم لي موفي لو بلوس شكون فيهم لي ما عندوش قلب لو بلوس شكون فيهم لي ما يتعاشرش لو بلوس الراجل يقول لك ما عندوش قلب والمراه يقول لك ها حيليات بياك وتشريك بلا احساس بصح كاين اون ريبونس ا سات كيسيون اسكو نتوما عندكم اترافير واش عشتو تقدروا تريبونديو لنا ها 01 69 27 27 بور لانستون راهي فنسا على حسب لي فوت ناخذ مكالمه الو نعم الو الو نعم اهلا خويا واش راكم لاباس والله الحمد لله الحمد ربي على الصحه هذاك مكان هذاك مكان كيف يا خويا واش قلت مالا شكون شرير شكون شكون الموفي شكون فيهم اللي ما عندوش قلب والله ما يسمع مليح واش حبيت نقول لك انا عم خويا راني نسمع فيك قلت شكون شرير يا المرأة هي شريرة والله هكذا الله على المرأة هكذا الله الحاج كيف هذه فهمنا يا المرأة اون جينيرال على بعضها بكل دير فيها واش دير فيها بعد اللي ماكش مليح وجات واللي ماكش مليح كاين والله ما كاين هذه صح ها هذه فيهم صح هكذا تقول لها تقلب لك ماشي كاع ولكن فيهم ها مانيش نسمع الداعي ماشي هي بصح حنا نسمعوا فيك روح برك تسمع فيا هي ايه خاصة بزاف ما كانش اللي تصلح المرأة من غير بوك صح ما كانش ما يستاهلوش الخير هي على كل حال ولكن ماشي كاع على كل حال ولكن وغير جينيرال ولكن كيما يقولوا تاع الوقت كي بعضهم الكل والله ما تخير واحدة والله ما تخير واحدة نتحداك بصح باش راك تحكي هكذاك سيك صرات لك حاجة يعني باش كاينة حاجة صرات يعني يا ها؟ لا والله ما ترالي شي والله غراني يا كلش حالة هانية ها؟ حالة هانية مالا أنا قالك ما صرالي والو والله ما كان شي ما قالت هما كان والو يا خويا ما دلنا ولك شاك تدلنا عليهم ما فهمناش راك تقول بلي ماشي مليح وما دالولك والو سي بيزار دونك توجور هاي في المرأة توجور المرأة يقول لك يحصلوها في المرأة ما فهمناش 01 69 27 27 وحكوا لنا وفهمونا في هاد ليستوار يعني واش راه صاري 01 69 27 27 ناخذوا مكالمة الو نعم الو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركة واش راكم لاباس ابراهيم والله الحمد لله الحمد ربي على الصحة الحمد لله يا ربي الحمد لله اخويا موضوع هاي اليوم ايه حساس والله انا عجبني في الموضوع بها يا خويا مرحبا بك تفضل الو انا نسمع فيك راك تسمع فيا راني نسمع فيك راني نسمع انا نقول لك البوكي سي لا فام هي الموفي تاني المراه هي الموفي يا خويا وعلاه فهمونا علاه نقول لك ان كيدهن العظيم راهي مذكوره في القران الكريم هي على كل حال ولكن ما احنا لازم نسيو نفهموا علاه يعني باش انت لحقت هضرت هاد الهضره هما ديك هي يمكن تحسبها انت بنت اكثر من رجالها والام دائما الشريره هي المراه دائما الشريره واش هكذا اعطيني اكزومبل انا ما صرالي والو لا مع المراه ولا مع الراجل ولكن انا يا خو ما فهمنا والو ما صرالكم والو مع النساء وراكم تحصلوا كلش في النساء ما فهمناش حنا درك يا واش راح تجي تفهم من فوق هذا الشيء ايه لازم تضرك لازم يضروك يعني باش تلحق يعني تاخذ الاتهامات على المراه بورتون المرأة يعني معروفة بلي شجاعة يعني ها نتاع شوك الناس الكل تشكي من المرأة تشكي من المرأة على كل حال المرأة دي فوا خرجت احنا في الكوزينة المرأة تشكي من المرأة دارت لي وعملت لي ودارت لي الملح بزاف وشريت حالها وكذا عفير ملح عفير ملح افير تعمل اخويا افير ملح كي تعرف دونك لافير راهي لحقه عند المراه سيداتي 02 69 27 27 سيو عيطوا لنا وحكوا لنا وفهموا لنا كيفاه وعلاش ها دوكا راهي في المراه عيطوا لنا وديفونديو على روحتكم ناخذوا مكالمه الو نعم الو السلام عليكم السلام ورحمه البركه واش راكم صافا لاباس والله الحمد لله وانتم بخير والله غير لاباس الحمد لله تفضل خويا نسمعك خويا مع كل احتراماتنا لكم على البورطاج اللي درتوه
ونحترمكم بزاف موضوع المرأة أخي. موضوع المرأة الموضوع هذا تاع السياسة نتاع كل واحد يحكي واش يعرف على المرأة هذه كيفاش عاش معها كيفاش. ما فهمتكش الأخ يعني واش حبيت تقصد يعني بالموضوع المرأة. انتم راكم داري موضوع حدا على المرأة. لا لا كيفاش لا لا بوزينا يعني سؤال لو كان يعني تبعت الحصة من الأول لو كان فهمت يعني السؤال اللي طرحناه يعني تبعت يعني تبعت صح وكي تبعت يعني كيفاش يعني قلبتها على المرأة. أنا عشتي سياسيون تاعي مع المرأة ما ايه انا نسمعو فيك على المرأة اللي عشت معها انا مشي على مشي كاع ايه احنا ما نقولوش كاع ايه لا لا عشو على المرأة اللي عشت معها انا يا ما كان افهمنا يعني باش نفهموك. تحب المادة عرفت كيفاش كشغل كيفاش نحكي لك ضرتني صح ضرتني يعني احنا ماذا بينا نعرفوك كيفاش يعني ضراتك يعني باش نقدروا نفهموك الاخ. ضرتني هذه انا عرفتها عندي واحد قول ثلاث سنين عرفتها قدام معها الحق راجل الحمد لله ناوي باش نخطبها تكلت على الله وكاع وما كتبش المكتب ما كتبش ربي ما بيناتنا بدلتني بواحد اخر على جال درها. انا نسمع فيك اسكو بدلاتك ولا يعني لا بدلتني بواحد اخر على جوال درعا. اسكو بدلاتك ولا خيرت انسان واحد اخر باسكو كاين فرق ما بين خيرت وبدلت. لا 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 بدلت على جوال درعا الحمد لله ما اديتهاش. شوف ما اديتها ما تفيدها ما قلت لها كلمه مشي مليحه يعني هاك تقصد يعني نهار كي جات نهار كي يعني انت جيتها بالحسب والنسب يعني باش تجي ليها يعني تجيها للدار هي فضلت انسان واحد اخر عليك. اي كي شافتني بلي شغل انسان قليل فضلت على جال درام. ممكن في هذه الدنيا هذه يعني سيدي شوا يعني خذت هي قرار وممكن يعني ماشي غير على جال درام ممكن يعني داخله في المكتوب يعني. شوف يا اخي انا زعما عباوي سيدات وسادتي يعني فبا واحد يعني يحقر تاني تاع دوكا هي عندها لو شوا اللي با اوبليجي يعني فبا نحتموا على المراه انسان يعني عندها لو شوا تخير كيما الراجل يقدر يخير كيما المراه قادره تخير ولا خيرت انسان يعني لاباس به ماهوش ثاني سي با ان كريم يعني ماهيش غلطه ثاني ومن حقها. عباوي ناخذ مكالمه على نعم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه البركه. واش راك خو ابراهيم صافا؟ الحمد لله ربي على الصحه اخي. الحمد لله لا باس الحمد لله والله الحمد لله شتي واجات خير الحمد لله خير. كيفاش؟ قلت لك خير الحمد لله. اسمع الموضوع باك مانيش فاهمه ثم هذا ونلحق نمو انت والرجال هكذا. يا اخي نمو تسمع الحصه ويعني كاين كيفاش نفهمك يا اخي؟ الريزو سيدتي وسادتي بوكو دابيل في ستوندار وكاين بزاف المكالمات وانتم راكم تعيطوا لنا 021 69 27 27. نقول لكم يعني ما تقلقوش تقدروا تحكمونا كاين يعني دي ديفيكولتي في لا لين تاعنا تاع جيل افام ولكن سافا سارونجي. ها هيا نسمع الاغنيه وناخذ المكالمات. شكرا. دو مكالمه. الو نعم. الو نعم. السلام عليكم. السلام. واش راك خويا ابراهيم؟ لاباس الحمد لله وانتوما؟ لاباس الحمد لله ربي يهنيك. الحمد لله مون فخيغ مرحبا بك. ميرسي بور سوجي. دو فاسون واش نقولوا احنا ما نحكموش على توت لي فام ما نقدروش نحكموا على كاع النساء. مي نحكي لكم زعما لافي تاعي على الزوجة اللي راني عايش معاها انايا اكتيالمون. بون دوكا صافي ماتنون 8 اون دو مارياج. يا خويا واش نقول لك مانيش مزوج مع مرا راني مزوج مع كيما نقولوا راني مزوج مع ثم مرا واجده كلش سي تعدي فهمنا يعني باش نقدروا نفهموك. يا خويا قبيحه بزاف قبيحه يا خويا بزاف من اي ناحيه قبيحه من اي ناحيه
واش من ناحيه من ناحيه كاع النواحي خويا العزيز. دوك حنا رجال دوك حنايا نسمحوا من حقنا بزاف. مي بصح يا خويا انت ما يسمحوش من حقنا يا خويا. شغل واجدين كلشي سونطري يديروا كلشي سونطري ما يعياوش ما يقولوش سي تادير راجل هدايا ولا حاجه ولا صح. صح عطينا ان اكزومبل باش نقدروا نفهموك يعني عطينا اكزومبل اللي صارت لك يعني باش نقدروا نفهموك. دوكا مهمو اكتوالمون عندي 8 دو مارياج نحكي لك لي 8 هادو سي امبوسيبل. نو حكينا كلكو زانيكدوت يعني اللي نقدروا نفهموك بها. اللي تقدر تفهمني بها بار اكزومبل دوكا انايا دوكا انايا هما دوك هي دوك المراه هذه اللي راني عايش معاها كي سي تادير كي تبدا دير في المشاكل اللي تو قدامنا انايا واش ندير انايا تما نسكت عليها سينو يسمعونا الغاشي و تما كيما يقول لك تاع تما كيما يقول لك تاع تبهدايه تما العياط والسوغان و العياط والسياغ والضرب وهذه ما عندهاش بابها. علاش قلت لك انا مانيش عايش مع مرأة راني عايش مع كيما يقولوا مع فندامية وهذه ما عندهاش باباها يعني باش انسان يعيط لباباها يقول له شو مرتك واش هي دايره؟ ايه يا خويا على بالك حنا رجال دوك تما شغل ما نحبوش اللي عندها والديها كبار ما تحبش ديرونجيهم وما يديروا لهم والو يكذب عليك اللي يقول لك روح عند والديها. هكذا دركا لحقنا الوقت تما لازم انت تتحمل المسؤوليه انت واحد باش يترونجي يروح الدار شراه يتسلق ولا سي با فاسيل سيرتو اللي عنده دراري خويا. اقول انت عندك دراري معاهم؟ عندي طبعا الدراري معاه وانا عماه وسي تادير واحد تما انايا ما قدرتش نروح ندير لو با هذاك باسكو قلبي ما عطاليش نخلي ولادي ونروح في فرصه اللي قادر وصاب. دونك حبيت تقول لي بلي ما قدرتلهاش يعني ما قدرت خويا يعني نكذب عليك ما قدرت. شوف سيد شوف كيما نقولوا مالكي الراجل يكون واعر وغري واعر بصح كي تلحق للنساء يا خويا يكذب عليك والله غير يكذب عليك. ويش علاش دوك انت يا يرحم بابا كي تدير لك هكذا تضربها ماك في الخير انسان وش يدير هذاك الوقت هذا كي عباليش انا يا سي يخرج يروح يبدل هوا ويودي وش تحب ندير خو صح. اسكو واحد كي يكون عاقل يبان لهم سهل يولي لهم سهل ويركبوه نعم يعني واحد يكون يعني كيكون واحد يكون يعني حنين ومنه يعني طفرافي خويا تما هو يحمل قال لك زوج ولا ستهم عايشين كيف عارف اللي دركوا على واحد خويا هذه هي داكور. وانت كيما سيت ما قدرتش؟ نعم خويا كيما سيت ما قدرتش سيت بارتو لي موايا سيت ضرب سيت عيط بون ضرب ماهيش سوليسيون يعني سيت راح هملت سيتهم كاع خويا. وكيفاش شديت معاها 8 سنين باسكو 8 سنين يهضرها غير لسان. نعم خويا كيفاش شديت معاها 8 سنين؟ كيفاش بديت معاها؟ كيفاش شديت معاها 8 سنين؟ يا خو كوراج باسكو دراري زيدو كنت يرحم باباك انايا لا ديجا انايا كي كنت صغير ديجا صرات لي لوكا تاع بابا راح وتما نعرف افريكا سكوتي ياك فاهم كيفاش؟ سمعك سمعك انا دوك مانيش حاب واش صرا لي ليا يصرا لولادي توم لا صبرت واش نقول خويا صبرت كيما قلت لك ضربت ما على باليش انايا رحت ريحت برا رحت شيف انايا درتهم قاعدين ما انا صابر يا خويا واش تحب نقول لك؟ الو انا نسمع فيك انا نسمع فيك يا خويا هذه دوك واحد كيكون عاقل هكذا خويا ماشي كيكون عاقل كيكون يخمم براسو باسكو عاقل حاجه وواحد يخمم براسو حاجه سي لوجيك صح باسكو واحد عاقل بزاف يولي شغل بهلول مي حنايا جو بريفير ما نقولش عاقل نقول داير راسي في راسي سيتو هذا ماك يا خويا واش نقول لك ربي معاك باسكو في هذه الامور يعني ربي معاك كي تكون يعني والله مع والله خويا ايربن والله غير سي با فاسيل خويا راني معاك والله صدقني والله غير سي با فاسيل باسكو كيما دير تحير معاهم وهذه ماشي كاع انت بيان سير مانيش نحكي على اون جينيرال انا نحكي على المراه اللي يعني عايش معها انا اكفان كيفاش يعني انا ما نعرفش سي ما بريمير اكسبيريونس عرفتها تزوجت بها جو في كونفيونس
مشيت معها راجل بزاف، مشيت معها واش نقول لخويا ماشي انا نشهد على روحي وعلى بالها واش كاين بصح كان بالها على شي يدير هكاك يدير هكاك باسكو على بالها دوك نسى على بالك تيستي ودوك دوك نسى كيما نقول حنايا يشوفوا جابت رامي يكملوا هكذاك ما جابتش يولوا ما على باليش كيفاش انا كيفاش انا دوك هما كي توصل للصح باسكو وصلت حتى لدار شرع خويا ما نكذبش عليك وصلت لدار شرع قدامنا ومن بعد جي انولي وكذا والله غير وصلت حتى لدار شرع تسمى دوكا كونداني باش تعيش حزين معاها يعني نقدر نقولوا فهمتني يعطيك الصحة انا راني شغل كونداني شغل انايا على اجل ولادو باين علاش انوليت في دار الشرع علاش انوليت في دار الشرع على انوليت والله كيفاش قلت لك؟ قلت لك علاش انوليت في دار الشرع؟ انوليت باسكو هذوك الايامات بون خرجت من داري توريح تقريبا عام وبرا ومن بعد كي انسان شاف انا شفت بنتي بدات تعقد وبدات تحوس على تعرف ولا تحوس على بابا طول ما طاليش قلبي ما قدرتش ما شغل نحط واحد الوقت ما قدرتش انا امون بروب خافي انا رايي تاعي الخاص انا يعني رايي تاعي الشخصي نقول لك الا شايف روحك تعيش حزين مع هذه المراه هذه يعني من حقك يعني تعاود حياتك من دار وجديد وتسيي تلقى روحك وتلقى راحتك مع انسان اخر بناتك يكبروا يعرفوا الهستوار ما عندك ما دير بصح صح كاع قالوا لي هكذا وكاع فهموني هاد التريكات كاين بزاف هاد لوكا كاين بزاف سيداتي كاين بزاف هاد لوكا انا قلبي هكذا كاين اللي راه يخلي انا بابا خلانا في ثلاثة كاين اللي راه يخلي خمسة اي بصح بصح كبرتك وليت راجل الله يبارك واش خصك ايه ماشي ليا انا دوك سي بون انا دوك ما عندي حتى عقدة سي بون سي دي باسي سا دوك بصح وشنو نشفى كي كنت صغير شغل بلاش كيفا شغل ما حبيتش ترى لا وترى انايا ودوك نفهمك حاجه دوك نفهمك حاجه شغل انايا سي بارتيكولي عندي شغل بنتي شغل اتاشي هما بزاف فاهم كيفاش دونك لقات لك البوان فابل تاعك سي بون كونداني لقات لك البوان فابل يا خويا ان شاء الله ماشيك ما نديروهاش كونداني شغل واحد ان شاء الله ربي يفرج يا خويا هذا ما كان على كل حال من الغدوه واش كاين انسان يلحق وقت وين ربي يهديها وربي ان شاء الله يرجعها تشوف من جهتك وتستعرف بخيرك هذا ما كان هذا واش نقول لك ان شاء الله يا خويا ان شاء الله ربي يهديهم ولا كيما نقولوا حنايا نقولوا ربي يعوض علينا يا خويا ولا كي لحقت وين امبوسيبل الله غالب الله غالب هذه صاري في ما وي سيدتي سيدتي كاين بزاف هاد لوكا كاين بزاف اللي طاحوا مع نساء وعرات وشدوهم بولادهم وما قدروش يعني يتورنيو لاباج وقعدوا كومام وساكريفياو باوي باسكو يقول لك المرأة تساكريفيو والمرأة تحمل والمرأة ترفد من جهتها والمرأة تحمل ما كاين رجال اللي هم حاملين ثاني تا باوي سي فغي دونك راهي من جهة النساء اي وي باوغوزمون كسي ال سون با توت لي ميم باسكو دوكا كاع راهم يلوموا فيهم حنا ناخذوا دي زابيل او ازار دوكا ما يعيطوا بزاف الرجال وراكم ناخذوا مكالمة الو نعم الو وي مساء الخير مساء النور صباح ابراهيم يلا الحمد لله وانتوما الحمد لله داكم مليح الحمد لله ربي على الصحة الحمد لله بون في هذا السي جي كامل اللي دازو وقالوا المرا ما غلطوش تاني المرا جات كونتر المرا ايه صح المرا صح شريرة عدك وشنو صح شريرة زعما لو كان واحد يدلها عفسها انا يدلي هذيك وهذيك والله غير ندلو تما انتي شريرة انا يا شريرة لا صح دوكا ما نكذبوش على روحنا المرا بزاف شريرة بزاف الراجل حنيني ويفوت وكامل بصح ما تعملو كان يدلها شعفة ولا والله غير ندلو وندير فيه ونعمل له كذا وكذا وكذا هكذا وشنو هو السلاح تاعك يعني باش تلحقي يعني ديري هكذا للراجل كيفاش السلاح تاعك وشنو هو
ما نسمح بصح تبقى في قلبي. لك سلاح، سلاح تاعك يعني، يعني دوكال دروا يعني باش تقدري ديري الراجل هكذاك باش تهبليه وتدليه يعني. ما نهبلوه. زعما نهبلوه. ايه زعما على بالي كيفاش احنا نسيك شغل ديال البروفيسيونيل اللي شحال في عمرك الاخت؟ 20 ايه؟ وشنو هي الخبرة تاعك يعني؟ كاين شكون هذا اللي هبلتيه هذا؟ أنايا ربي يطلق سراحه. وشنو؟ قلت لك ربي يطلق سراحه. على واش درتي له؟ سجنتيه؟ ها؟ سجنتيه؟ ها؟ لا لا ما سجنتوش، سجن وحده. تسجن وحده؟ ايه. هذا هذا تحبيه؟ ايه انا اللي عيط لك هذيك الخطرة كيما درت في السيجي تاع لا دغوب و قلت لك باللي يا ودي حكموه ومازالني نستناه كامل. فكرينا برك واش دار؟ ها؟ واش دار واش دار؟ والله ما سمعتك. فكرينا واش دار باش هو في الحج؟ كيما قلت لك في السجن. ها؟ اي كيما قلت لك لقى عنده الدواء وبومبا غاز. بومبا غاز يا والله العظيم. مش قلت لي يبيع، يبيع المخدرات. ايه. ترافيكون. ترافيكون. والله ما سمعت. ترافيكون دروغ. راني؟ قلت لك سي ترافيكون. قلت لك لقى عنده الدواء يبيع هو يبيع. يبيع يبيع وياكل. يبيع وياكل. اسمع سيدي انت سادتي. اكيد تسناي فيه. انا بياسر. وتحبيه؟ ما نسمحش فيه، نسمح فيه. اه. تبريد جاجا بوش. ها تبريد جاجا بوش واحد راجل بوش لي الزوم. ها ايه مش حبيتيني نقول لك احنا رانا نخدموا في الحلال وما لحقناش. مش حبيتيني نقول لك هذا ما كان. ربي ربي يهدينا وخلاص. ناخذ مكالمه. الو نعم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه البركه. معك حنان من الغايه. حنان مرحبا بك. مرحبا بالناس الغايه. سافا لاباس. الحمد ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. تفضلي الاخت انا نسمعوا فيك. نعم. المرأة ولا الراجل؟ الو هاني نسمع. وي حبيت نقول لك فوالا على السوجي هذا فريمون عجبني بزاف وصافي بليزير كي حكمتكم. انا فوق ما الراجل هو هو الشرير افيكتيم ريسبي صح سي فغي مسمول. لا لا هي على كل حال تعليم لغه الاغبياء ما نقدروش نقولوا الدال كاع ماشي ملاح. انا صارت لي اون كا فريمون. احكي لنا اون كا. كنت نقرا في لافاك بروميير اني. لافاك ثاني. نعم. ايه ايه كنت نقرا في لافاك كان يقرا واحد معايا الوغ ما كان حتى حد نعيتو وصلت لافامي كبرت ايتو حتى قريب لحقت باش يحبسوني قرايتي. يبا كان هاد الانسان يستمتع بالعذاب تاع الاخرين فريمون. هادي يستمتع بالعذاب تاع الاخرين. عمرك يستمتع بالعذاب. تما كان يدير فيها بالعاني. ايه بيان سور دارها بالعاني فوالا جوغ حاجه ما كانت بيناتنا ايتو. مي هو وصل الحكايه كبيره جو سي با لحقت لدارنا ايتو شغل لعب بالمصير ديالي. لعب بالمصير بالمشاعر. ايه ايه وكيفاش كيفاش خلاصت؟ خلاصت وصلت لافامي ولحقت كبيره ومن بعد حلفوا فيه. دوكا مازلنا نقراو كيف كيف مي كل واحد في طريقه. مازال كنت تقراو كيف كيف ثاني؟ نعم. مازال كنت تقراو كيف كيف؟ ايه مازلنا نقراو كيف كيف. وممكن يعني كيفاش؟ وكي كنتو كيف كيف يعني كانت حاجه بيناتكم يعني كان ما كانت فوالا هذه اللي غادتني. ما كان حتى حاجه بيناتنا فوالا اكزاكتومون. جو انا بصح ما كانش قاعد دخان بلا نار. ما كانش قاعد دخان بلا نار. على باليش انا. لا انا واش قلت لك خويا اربن يعني الناس يستمتعوا بالعذاب تاع الاخرين. ما عندوش ضمير فهمت. لو كان درت صح. كاين بزاف بنات في لافاك علاش انت يعني بالذات؟ كاين بزاف بنات في لافاك علاش يعني انت حاب يستمتع يعني بالعذاب تاعك يعني غير انت؟ لا لا فوالا اكزاكتومون. دوكا انا خلاص سي بون ومن بعد مازالوا مع الاخرين ماشي غير انا. انا راني نسقسي البنات راهم يحكوا لي. هذا يستمتع بالعذاب اون سيري هذا. فوالا هذا الانسان جو شرير شيطان. تستمتع بالعذاب. تستمتع بالعذاب. خليه خليه معليش.
المهم مي ماشي كاع الرجال هكا. اي ماشي كاع كذا، ماشي كاع نستمتعوا بالعذاب. كاين حنا في زهرنا حنا يستمتعوا بالعذاب تاعنا وهي رايحه. واش حبيتيني نقول لك؟ بصح كاين ناس بلا غير بغيم، وكاين ناس ما عندهم حتى ضمير. بصح هادي تاع هاد لا كيسيون انا بوغ ما بلا هاد الحكايه انا راني نشوف باللي هاديك شغل عندها علاقه بليديوكاسيون بالاخلاق بالوعي، ماشي هكاك برك. الانسان اللي ما عندوش ضمير يدير لامبورت اي سورتو الانسان اللي يخاف من ربي ما يديرهاش. كيفاش قلت لك؟ سورتو الانسان اللي يخاف من ربي ما يديرهاش، والمراه اللي تخاف من ربي ما ديرهاش. ماشي غير المراه، ماشي غير المراه ولا الراجل، قلت لك الانسان اللي يخاف من ربي ما يدير. ايه ايه انا قلتها لك شرير كل انسان طيب بطبيعته، هذه هي على كل حال صح. دونك ان بوين دو بلوس بور لي زوم، هاي بدات تيكيليبرا الحال. ها ومازال الحال 021 69 27 27، عيطوا لنا وحكوا لنا وقول لنا شكون هو الشرير الكثر، شكون هو الموفي الكثر، شكون اللي ما يتعاشاش الكثر، المراه ولا الراجل. دوكا راه بدات تيكيليبرا الحال بصح في المراه بلوس. ها كاين بزاف اللي عيطوا لنا ولا مو نسى لو بلوس. ها بون سيتي يعني بريفيزيبل، ولكن حنا رانا في وقت على بالنا باللي ماهيش غير في النساء. المهم كاين رجال يعني يقدروا يكونوا اشرار اكثر من نساء، ممكن كنسا حتى نقولوا كنسا. اي واش حبيت هذه هي. ناخذ مكالمه. الو الو الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا بخير سي ابراهيم. لاباس بخير صافي. بليزير كي حكم لك يا اخو. دير حال احنا نعيطوا لك ما نحكموك يا خويا. مرحبا بك. مرحبا بك. بون على السوجي تاع اليوم، المراه سي نورمال هي اللي شريره. سي نورمال. اسمع سي نورمال سي نورمال سي نورمال. انا صرات لي حكايه بدات 2002 خلاص 2002 سيزون وانا مع لا كوب تاعي. الو راني معاك راني نسمع. بون الوقت اللي كنت معايا في الوقت كانت مام طمعه واحد اخر كانت تروح له الحانوت تاعو. ايه نعم ونورمال واحد ما على باله بالاخر هكذا. هيا ومن بعد دوزون هكا ولا انا خدام سوسيتي هكا خدام شوفير. الو راني نسمع فيك. سوسيتي هادي في الشعر في الصحراء. اها ايام ليسونسيال بعد دوزون هكا قالت لي واحد السيد الانسان هكا راه يديرونجيني وحب يخطبني وفوالا. ايوم بعد انا عرفت باللي راه هو على باله باللي راني معاها مامبو. ايوم بعد خلصت لي صور انا رحت خدام عاود وليت المراه متزوجه مع الانسان هذاك. ثاني تزوجت معاه. ايه وانا وزيد والديها ثاني مخطوبه شغل ما فسخت لها خطوبه الاولى عاودوا خطبوها وزوجوها ما فهمت والو. ولكن انا بيرسونالمون انا هذه بانت لي يعني سي دي شوا، يعني ما نقدرش نلوم المراه اذا خيرت انسان، يعني كان عندها لو شوا صح هي كانت معاك، ولكن اونتر طون عرفت انسان واحد اخر وداها في الخير ثاني تا وداها في الحلال ثاني. هذه واحد فوق باين ساعه ما نقدرش نلوم المراه على لي ديسيزيون اللي داتهم، فلازم واحد يتقبل يعني الهزيمه. عندك ما دير فو با تخ موفي باردون كما يقول لك القاوريه. هذه هي خيرت واحد اخر خيرت واحد اخر ما عندنا ما نديرو فوالا. هذه هي. وفي الحلال الحمد لله الطفله هي مزوجه في الحلال يعني وربي ما كتبش ما كتبتش ما نقدروش نلوموها، عندها هي حره ما نقدروش نحتموا عليها. والمحبه ماهيش بالسيف سيداتي وسادتي، المحبه ماهيش بالسيف. ناخذ مكالمه. الو نعم. وعلي نتاع الحوان انت عندهم الفليكسي يعني. يعني سلاح واعر الفليكسي. ياه ايه بيان سور. واش راح دير سيد خدام في الصحراء الاخر عنده الفليكسي، الفليكسي يربح. ناخذ مكالمه. الو نعم. الو نعم. مساء الخير. مساء النور. لاباس؟ لاباس صحتكم بخير؟ صافا الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. الحمد ربي على الصحة. هاي والله خلاص حفظتوها. واش راح ديري؟ كيسقسوني نظل نقولها حتى حفظتوها. هذه هي وصح وصح. نعم عليا الصح. بصح باينة انت شريرة على حساب الصوت على حساب لافوا. لا لا والله ماني شريرة والله غير بين تضلي تعيطي بزاف بين مكريزي عندك لي كريز. واش انا راني قاتلك؟ وشنا شك تطلع عليا؟ هيا شكون الراجل ولا المرأة؟ راجل. علاه؟
ايه باسكو كاين واحد الانسان نكرهو بزاف نكرهو ما نعرفش نكره مي بصح هذاك الانسان نكرهو. وانت كي تكره انسان تكرهي كاع الرجاله؟ لا ما نكرهش كاع الرجال وعلى الناس كامل كيف كيف. هي كي تحصليها قلتي ان الرجال ماشي مليح وتقولي انا نكره هذا الانسان؟ لا هي يقول لك النساء هما النساء هما النساء مي بصح كاين نساء وكاين رجال. انا هذا الراجل هو اللي دار لي هذا البروبلام اللي هو كنت نعرفه بعد كنت حنزوج شوف راه حنزوج بون كل واحد يروح في حاله والله يسهل عليك ربي يهنيك ان شاء الله. ايا صبر قال لي معليش نقعد نهضر معك حتى تتزوجي. قلت له يا وليدي الناس انا نزوج نبلعط بعد هذيك 15 يوم قبل العرس ابه حبس لي كلش لا بلانج مكريه الحم مكراك تضحك وتضحك. اي بس كنتي حبيتي هكذاك هي نورمال مو واحد تزوجي كسري لابوش ها؟ هذه هي هاي الهضره الناس قاعد يا مضادك هضره زوج كسر لابوش انا ما حبيتش كسر لابوش سيك راه عاجبها الحال واش حبيتي؟ لا والله ما كان عاجبني الحال. علاش خيزي زعما سيتي بخيزي هو حبي تزوج انا نحب زعما نحب كنت حابه نوري له بنت خالي ما كنتش انا اون بليس حكيت له اللي كنت حنزوج معاه حكيت له بلي راني مخطوبه راني فيونسي وشكون في بلاصه الفلانيه وكذا 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 ما كنتش نخبي عليها ما كنتش نخدع فيها انايا كنت نحكي له بلي حنزوج واني نعرف حنزوج واللي خطبني يخدم في فلان في بلاصه فلانيه وسمو فلان. لو كان عطيه لو كان بعثي له الاجدوز تاع السيد وخلاص هذا ما كان انا لو كان بعثي له الاجدوز والمعلار والمعلار كاين هذا اللي كاين رجال اللي صح ما يخاطر بي هذاك الانسان انا كي يوم بعد هذيك كي دار لي المشكل خلاص حبس كلش 15 سمحي لي واش دار راح حكم السيد بعث له في التليفون بعث له فيسبوك راح عنده راح لعندو واش قال ليه قال له فوالا وي معايا وهاي ديك لي زابيل وهم لي اس ام اس وهاو كذا ومن هناك اكسيتيرا نعم ايوه هذيك هي حبس لي كلش ما عليناش انا قلت كي ربي ما نقول لك ربي اللي خلص على كل حال حنا عباده في القاعه بصح انت على بالك باللي لافو تاعك بصح انت على بالك اوفون باش واحد ما يكذبش على روحه انا يا اردان كنت نيه بزاف وبهلوله انا لو كان ماشي نيه وبهلوله وحاشا الحمير انا الحمارة ما كنتش نحكي له بلي انسان بلي حنزوج واسمه فلان وفلان 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 عطيته كاع لي لا لا هي نورمالمون انت كي هذا الانسان كنتي معاه وعرفتي ذاك الانسان راح تزوجي به نورمالمون شوفي ما كاش كاع لا بيش تتكسر قلت له يا وليد الناس انا لا بيش تتكسر وتديها الراجل الجديد قولي له هاك شوف راجلي هاي لك لا بيش تاعي مكسره باش تفهم والمعلار هضرات الفتله اي معليش المعلار هذاك الانسان مزوج وعنده ثلاث دراري هذاك اللي فتحك اللي دار لي البروبليم وانت كنتي معاه وانت على بالك بلي مزوج السيد لا انا والله ما كنت على بالي بلي مزوج ما كنتيش على بالك والله ما كنتيش على بالك هذه تستاهل دوزيام كوزين لا 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 دوزيام والله ما انا ناكلو يا ارزان ما تقولي ليش ما كنتيش على بالك ما تقولي ليش كيف هذا ما عندوش مرتو تليفون خلينا ما على بالي ما ناش ناكلو دجاج انا دخلينا غير الحمل ايه بصح انت ثاني السيد تقولي لي مزوج وعنده داري زعما انت ما على بالكش انت زعما ما على بالكش السيد ما يرقدلكش في الليل السيد موسوس دوك كل واحد راح في حاله كانت على بالها شد على بالها والله ما كان على بالي عاود اعطيها زيد لها الحمام على بالك شان استعرفي قولي على بالك قولي كنت ما استعرفي احكي معك ماتك الكاميرا استعرفي قولي كنت على بالي صح والله ما كنت على بالي مع الاول ومن بعد ولات على بالك ومن بعد وليت على بالي كي سقطت ايه نورمال باسكو مستحيل مرا يعني تكون مع انسان وهو مزوج وهي ما على بالهاش باسكو كاين امور التليفون يتخبى التليفون ما يريبونديش في الليل ما يرفدش الصباح ما يرفدش لابري ميدي ما يرفدش هذا الانسان يقعد غير ما يرفدش يا اربان هضرت معاه سبعة انا ما كنتش عارفه ليسونسيال الله يهدينا والله يهدي كل واحد ما كان ينسى شريره انا عندي وحده فاميلتي شحال قبيحه دايره فيها الشلطه في راجلها هكذا لحظه استنى ايه وعلى كيف والله غير كاين نساء شريرات
يهديهم. تما ما غلطوش ما سمح معك تيجي كان والله غير غاطني ايه باسكو الناس ملاح وليد فاميليا شتي وليد فاميليا شتي صرا مع النساء شتي وشي صرا فيهم شتي كشي ياكلوا الدجاج وليد فاميليا معاكم ايه كيكونوا جونتي كيكونوا حنان ما تحبوش الحنان نقولها ما يحبوش الحنان نقول للنساء كامل نقولها الا لقيتي واحد راجل غير شدي فيها نقولها مالوغزمون خلاص ورجع غير الكوره شتي كيفاه شتي تحكيها وفرحانه انت كملتيهم تاكلي الدجاج كملتيهم انت يا ها كملتيهم انت يا ايوا نعلي الشيطان ان شاء الله ربي ربي يعطيك ما تمني ان شاء الله ربي يعيش كي فاصا مازلت صغيره بالحراف يا عمري 20 دون بصح اون ديغي سمحي لي اون ديغي خاصك غير تسمعي في الطوموبيل تاعها مازالني على عادي داني مازال وبالفيستا ليو باغ وي بصح مازال على ديداني مازال ميم با ما درت 19 تاني تاني وتاني زكي صغيره زكي صغيره بروفيتي بروفيتي بقى لك عامين وتتكمشي يا صبري برك حساك لا بقى غير برك خصينا كي تحمل الحراسي معنا مازال صغيره 2 ans بقاو لك 2 ans 2 ans ليسونسيال حبيت ندير لي ديديكاس تفضلي كامل يا صاحبتي فايزة جوجو بنات خالتي كامل ونقول لهم اللي يحبوني نحبهم واللي يكرهوني ثاني نحبهم وهذا اللي دار هذا الفرد الله يسهل عليه ونقول لك ليك نحبك بزاف انت ثاني ودير ريجي ماشي مليح سمعنا بزاف ان شاء الله ان شاء الله بالك تبوري برك انت يا برك زوجي انا في العام كيف كيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فوق توا بيان الله يعاونك هاي الله يبارك يعطيك الصحه هايله والله غير هايله باش تشوف سيدتي سيدتي مع السيد مزوجه والسيد مزوج وهي معاه اي نعمي ما فهمناش ولات نورمال سيدتي سيدتي مالوغوزمون مي اوغوزمون اي 19 ans Heureusement, il n'est pas à l'image de toutes les femmes. Hein. Heureusement que M. Gagne ça avec Heureusement que M. Gagne ça avec Hagdek. Heureusement. Je ne peux pas dire que je suis là. Je vais te dire que je suis là. فسمة 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 هكذا تروح هكذا كفلي الجاجة كفلي الجاجة وش رايك نهدو ها هيا نسمع اغنية ها ها نسمع كاين ابل كاين ابل عتير هيا بعثنا هيا الو 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 السلام عليكم السلام ورحمة البركة واش راك خويا ابراهيم لاباس صحتك بخير والله لاباس الحمد لله تراك مليح شيا والله الحمد لله بيها الصحه شبعتونا جاج 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 اي واش ديروا ما يحبوا الدجاج واش راح نديروا لهم يحبوا الدجاج صح تحيه الجواد كثرهم اي واش راح ندير الله صباح الحال لاباس والله الحمد لله وانتوما والله لاباس الحمد لله مليح والله الحمد لله الو تفضل خويا نسمعوا فيك السوجي المراه المراه كاين شي ماشي شي مرأة ماشي شريرة تبارك هكذا بزاف كاع ايه سيرتو اللي كنا نسمعوا فيها دوك صح شر 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 نعم قلت لك سيرتو اللي كنا نسمعوا فيها دوك يعني واعر شي يا سي كراف انا نسمعوا فيك اخي انا نسمعوا فيك قلت لك كاين شي نساء شريرات بزاف صح الرجال كاين وفيهم وعليهم صح انت نساء ثانية علاش علاش احكي لنا باغ اكزومبل عطينا ان اكزومبل باش انا من بعد نعطيكم اكزومبل بار اكزوم عندي واحد دوا تاعي يخدم معايا اها يخدم معايا المرا تاعو حنا مريحين في البيرو في ثلاثه اه؟ جات لعندو ماشي مرا باك شهيره راجل مخدوم بالك جات لعندو دخل عندو واحد التعراش تما قدامنا انا حبيبي قلت له انا تتسقي على راجلها فيه وصحابو ايه احنا مريحين في تخدم ثم نخدم عيب عيب هادي عيب صح هادي ماشي مليح هادي عيب عيب جات لعندو مش راح فايز بيناتهم صراو في الدار وجدت عرش له الدنيا عيب هو ساكت ما هضر جايتك هو ما هضر كاع ما وش راح يهضر يسقي عليها تقول يقول لك حقرها يضربها يقول لك حقرها والعنف ماشي مليح وهذا شيء معروف ما شكيتش وحقرها هي هو انا عارفه حبيبي مليح هو ما شكيتش يكون حقرها هو على بالي بلي ما شكيتش صح كي كنت تماك انت علاش ربحت له علاه؟ اه كي كنت انت تماك علاه يعني هذيك علاش دارت له هذاك الشيء كاع؟
علاش جات ليه؟ ايه علاش ربحت له؟ علاش دات له تعريشه؟ ربحت له بدات تعرش له كيفاه وشكون هذيك المراه اللي كانت معاك والدنيا يعني بينك وبين راجلك روحي للدار وتفهمي معاه صح ديال الخدمه. ايه واحد يشطر ايه ماشي قدام الناس اي صافي با ايه ماشي قدام الناس. انا ديجا تقلقت في بلاصتو انا نطليح خرجتها ديريكت ايه. وخرجت هيا حشميه مدام انا على الشيطان 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 واقيل بيك الدجاج يا بني الدجاج ها جيت عرشي للسيد شبعوا الدجاج سي فغي الانسان يعني اللي يكون عاقل يعني واعر الشيء توحد ربي تشوف هكذا سجيت لا توحد ربي وش احد دير وش احد دير وش احد دير وش احد دير الله ما ربي يا ربي صح ترى الراجل ما الا راجل الراجل كون يكون هو من الاول ما يفتح لازم يحلاش العين المراه من الاول صغيرها ايه بصح ولي تفهمين يا وش احد دير له هو تربى هكذا تربى يعني طري بتي با وش احد دير له تلومه خلاص علاش العين ايه ما تقدرش تلومه هو تربى هكذا بتي با تربى في القطن تربى ماشي على العياط ماشي تاعات بهدايل ماشي وجهه صحيح بصح سي بوين اوكازيون يعني باش تاكلو هو عاقل ويتاميل يا الدنيا مش عارف في مرة هكذا فما دروش وش يا خويا انا يا خويا اهمل ولا احمل ولا اعمل يا خويا فارق وانت لو كان كنت في بلاصتو واش دير يعني انا كنت في بلاصتو بالك نتيري عليها نقتلها قايتك اها العنف ماشي مليح العنف ماشي مليح ماشي مليح العنف ما واش حل يا ناس عيب هكذا كيما عيب لا لا صح 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 راجلك ما تسطريه راجلك تسطريه وهي سطرك وهي رايحه ماشي مليح هكذا قدام الناس تبهدل والفضايح قدام الناس لا نسيبك صح هذه ما شاء الله دور بصح بينك وبينها في الدار بيناتكم ما تزيد تاكلوا تقاتلوا ما كاينش مشكل صح ماشي في اطار خدمه تجي لعندك والدنيا انا كون جات مراتي عيبات نذبحها كاع نعم بصح انت راك تهضر يعني راك تهضر واحد الهضره يعني ماشي في محلها يعني هذا عنف وهذا العنف ماشي مليح يا اخي يعني ماشي لازم الامور يعني تتحل يعني بالهضره يعني لازم تفهمها لازم يعني واحد يروح ياكل بيان لا 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 عيب 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 ماشي مليح وعليها سيدتي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله سو لندي افيك نوتر ايبيزود تاع ليميسيون تاعكم ضربا نوتر سوجي افيك فو زابيل واش نقول لكم يعطيكم الصحه ميرسي بور فوت فيداليتي يعطيكم الصحه اللي تبعتونا يعطيكم الصحه انتم اللي نسيتوا عيطوا ما حكمتوناش معليش مازال لا بروشين فوا ان شاء الله وما تنساوش سيدتي وسي ساداتي لك الخير عمره وجامي وابدا ما يربح قوة الأخير تشاو أريد ذاتي